السلام عليكم. بيحكي وهبة وهبي رئيس قائمة التخطيط والبناء القائمة للمرشحة لعضوية مجلس دالية الكرمل المحلي. أنا بوني لكل تسبور في الدالية إنه خبري وقع الجد وما عادش في مزح. بكرة بعد بكرة الانتخابات وصلت ولازم نطلع نصوت كلنا. أنا كوريلا خيمكي قلكم أريك شارون تسؤولها تسبيع تسؤولها تسبيع، ومن المحبذ ومن الأفضل أنكم تصوتوا شين للقائمة، قائمة التخطيط والبناء اللي راح تهتم في الأزواج الشابة، تحل مشاكل الكهرباء، تحل مشاكل الأزواج الشابة في الخلكوت، وتحل رخص العمار. بعدين لرئاسة المجلس لازم تصوتوا رفيق حلبي الورقة الصفراء اللي بتتحط في الظرف الأصفر. أخوان، المجلس المحلي مش لعبة ولا محل للأولاد ولا لعبة ستيشن. المجلس المحلي بده أناشين مع خبرة، بده أناشين مع اسكلاء، بده أناشين مع ريكورد، بده أناشين مخشرين ومكشرين. علشان هيك قائمة التخطيط والبناء هي الأفضل. عم بيقولوا هون في البلد إنه عم يشتروا صوات ومش عم يشتروا صوات، وعم ياخذوا متنوت وبيجيبوا حطب وبيعملوا حطب. أنا بصدقش هذا الحكي. أما بدعو لكم كيف قال بيجن. بيجن قال للخبر اللي تبعون الليكود تشخشخيم تخلوطة سندويتش مشي لهم، تسعوب أوتوبوس مشي لهم وتسبيعوا مخل. أنا بقول لكم استقبلوا الناس كيف لازم تستقبلوها. أما صوتوا شين شين لقائمة التخطيط والبناء، وصوتوا رفيق حلبي لرئاسة المجلس المحلي، وشكرا لكم.